حدود العلم. ينطلق أنصار وأئمة الإلحاد الجديد من دعوى أن العلم هو الحل، وبالتالي فهو يملك قدرة كلية عظيمة مطلقة على الإجابة على أسئلة الإنسان، قادر على أن يفك الطلاسم ويفك الألغاز ويتجاوز الحدود، سواء الآن أو في المستقبل. فالعلم هو الطريق إلى الحقيقة، إلى النجاح، وهو قادر على أن يغزو المجال الذي كان الدين يحتكره بقدرته التفسيرية للكون والوجود والحياة والقيمة. إذن العلم هو سبيل المعرفة التي يريد الإنسان اكتسابها. لكن هل العلم على الحقيقة قادر أن يستغني بنفسه عن كل شيء؟ وهل هو قادر على أن يصل إلى كل شيء؟ هذه هي الأسئلة التي تحدد حدود العلم وتكشف فساد العلموية ببيان أن العلم أعجز من أن يحتكر مجال التفسير ومجال النظر في الحياة المعرفية للإنسان. أولا، قضية استغناء العلم بنفسه عن كل شيء لتفسير كل شيء. هل العلم حقيقة هو مخزون علمي صرف يستغني عن كل شيء؟ هذا ليس بصحيح. الفيلسوف جون كيكس يقول إن العلم يبدأ من أربع مسلمات، presuppositions، أربع افتراضات أو مسلمات. ينطلق من هذه المسلمات، هي مسلمات غير علمية لا تخضع للعلم، وإنما العلم يخضع لها، وهي مبدأ عمله من الأول. فالعلم هنا قائم عليها ولا تقوم هي عليه، هو يعني يقوم فوقها وهي التي تسنده وتستغني عنه، وهي قائمة بذاتها من غير برهان علمي، ولا يمكن للبحث العلمي أن يجري إلا من خلالها، وهو بالتالي ما يدل على قصور الآلة العلمية بنفسها عن أن تصل إلى الحقيقة بالاستغناء عن كل شيء. الافتراضات الأولى أو المسلمات الأولى هي المسلمات المنهجية. هناك مسلمات منهجية ينطلق منها البحث العلمي، مثل قبول الأشياء للاختبار وتوفر المعلومات العامة، أي أنه بإمكاننا أن نصل إلى هذه المعلومات، ليست هي معلومات سرية مخزونة لكائنات فضائية، هي متاحة للنظر بأي سبيل يعني، وقدرة التجربة على تحصيل المعرفة واليقين. هذه مسلمات منهجية يبدأ منها البحث. المسلمات الثانية هي المسلمات الوجودية، وهي مسلمات أساسية وضرورية ولعلها أهم المسلمات، وهي وجود الطبيعة نيتشر، وجودها، وجودها الموضوعي خارجك، هي ليست أوهام كما تقول النظرية المثالية أو الفلسفة المثالية، هي لها وجود قائم خارجك، أنت تنطلق من ذلك ولا تصل إلى ذلك. هي ليست مجرد توجسات أو أوهام أو أحلام، لا، هي لها كيان قائم خارجك. وجود الطبيعة، أن الطبيعة منظمة يونيفورم، وأنها قابلة للفهم والاستكشاف. إذا لم تبدأ بهذه المقررات فلا يمكنك أن تحدث بحثا علميا، وهذه المقررات يقوم العلم عليها وليست هي من نتائجه. المسلمات الثالثة هي مسلمات تصنيفية، أنت لا يمكنك أن تبدأ في البحث العلمي حتى يسلم ذهنك أنك بإمكانك أن تصنف الأشياء، فتصنف مثلا أن الأشياء قابلة للتصنيف، بإمكانك أن تصنف الأشياء التي هي من جنس الحديد، الأشياء التي هي من جنس الأمور الخفيفة. قدرتك التصنيفية هي مسلمة منهجية أو تصنيفية. أيضا من المسلمات التصنيفية
التمييز بين السبب والأثر والملاحظ والملاحظ والحقيقي والظاهر والمنظم والعشوائي. إذا لم تنطلق منها لا يمكنك أن تستمر. المسلمات الرابعة هي مسلمات أخلاقية، وهي منها النقل الأمين للنتائج، أهمية وقيمة النقل الأمين للنتائج، أهمية تحصيل الحقائق، أهمية تلافي الأخطاء. إذا لم تنطلق من أهمية هذه الأمور، طبعا هذا نظر عميق لا يدركه إلا من فكر بعمق في هذه القضايا الأخلاقية، إذا أنت لم تقر بصورة غير علمية بأهمية هذه الأمور الأخلاقية لا يمكنك أن تحدث بحثا علميا. ستستوي عندك النقل الأمين وغير الأمين، النتائج أن تسعى إلى تلافي الأخطاء أو لا تسعى لذلك. إذا أنت لم يستقر في ذهنك أهمية هذه المسائل فلا يمكنك أن تحدث بحث علمي له نتائج صائبة. فأنت إذن تنطلق من هذه المسلمات. يقول الفيلسوف الأمريكي أبراهام كابلن، يقول كلمة يعني كلمة جميلة جدا، يقول: لا يوجد مجال في العلم من الممكن أن نبدأ فيه من الصفر، يوجد مكان واحد بالإمكان أن نبدأ منه، وهو المكان الذي نحن فيه. ليس العلم خلقا إعجازيا من العدم، ولا نشوءا عفويا للمعرفة من الجهل. هذه الدعوة التي يروجها الملاحدة الجدد. عندما يتم رفض منطقية الافتراضات presuppositions هذه، سنبقى غارقين في الشك. ما معنى غارقين في الشك؟ يعني أنه لن يكون هناك عندك لا راجح ولا مرجوح ولا يقين، كل الأمور سواء، لأنك تنطلق من الصفر. بول ديفيس العالم الأستروفيزيكي المشهور جدا يقول أيضا كلمة جميلة، يقول في كشف هذا الواقع، يقول: ليس بإمكان العلم أن يتقدم، بمعنى أن يكشف المعميات، ليس بإمكان العلم أن يتقدم إلا إذا تبنى العالم نظرة كلية لاهوتية. لابد أن يكون عندك نظرة كلية للكون تنطلق منها، تبدأ منها. الملحد يبدأ من نظرة أن الطبيعة هي كل شيء وأنها مجرد أشياء ولا وجود للا طبيعي ولا وجود للإله ولا تدخل الإعجازي ولا 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 ولا. هذه مقدمة يبدأ منها الملحد ولا ينتهي إليها. ويبدأ المؤمن بمقدمة أن هذا الكون مخلوق لإله حكيم عليم قدير خلقه الحكمة، وأن الكون منظم بسبب هذه الحكمة. كل عنده تصورات كلية لاهوتية يبدأ منها. العلم أيضا محدود أساسا، لأنه أسير الزمكان space time. العلم كل محاولة علمية لابد أن تكون أسيرة الزمكان وحدود الزمان وحدود المكان. حتى لو حاولنا أن نخرج من الزمكان سنستعمل أدوات زمكانية، طائرات، أي شيء محدود. هذه الأدوات هي أنفسها محدودة بحدود الزمكان space time. الجانب التصوري في الإنسان نفسه كإنسان، حدود تصوره محدودة بحدود طبيعة الإنسانية المحدودة. حتى في تصورك أنت محدود ببنائك الفيزيولوجي، وحتى أو محدود حتى أحيانا ببيئتك. يعني مثلا إسحاق نيوتن مثلا لم يفكر في عالم وفي قوانين الكوانتم، قوانين الكم تحت قوانين تحت الذرة، لأن بيئته لم تسمح له بأن يطرح الأسئلة. دعك من الأجوبة، الأسئلة نفسها لم تطرح نفسها في ظل المعلومات المتوفرة في ذاك الزمان. فأثر البيئة حدودها أيضا يحد القدرة التساؤلية، وهي القدرة المحفزة للبحث العلمي. العلم أحيانا هو نفسه يضع حدودا لنفسه، يرسم الحدود، يوضح هناك حدود. هو يقول لك مثلا
مبدأ عدم التأكد لهايزنبرغ الذي يقول لك إننا لا نملك أن نعرف مكان الجسيم وسرعته في نفس الآن، لأننا محدودون بالمعرفة هنا بمجالها، إما أن تعرف المكان أو أن تعرف السرعة. العلم يقول لك أنت هنا أيضا محدود. العلم لا يفقه شيئا في القضايا الذوقية للإنسان، القضية المرتبطة بماهية الإنسان كشيء متميز عن بقية الكائنات. فالعلم لا يقول شيئا عن قضايا الجمال مثلا، ليس له فيها قول، لأن قضايا الجمال مرتبطة بالإنسان كإنسان. وإن كنا نقول إن هناك شيء موضوعي في الجمال، لكنه وليس فقط هو سبجكتيف، لكنه يبقى خصيصة إنسانية دفينة في النفس، لا يملك العلم أن يقول فيها شيء. قضايا الجمال، قضايا الحق، في قضايا كثيرة غير الحقيقة العلمية الجامدة لا يملك العلم أن يقول فيها كلمة. وأهم مما سبق كله، العلم غايته أن يجيب على سؤال كيف تعمل الأشياء، لكنه يعجز عن جواب لما. الغاية، العلة الغائية بالاصطلاح الأرسطي، العلة الغائية تتجاوز معرفة الإنسان. ذكرني هذا بالقصة الظريفة التي يكررها عالم الرياضيات البريطاني جون لينكس، عندما يقول أنا جدتي أو كذا أو قريبتي صنعت كعكة واستدعت كبار العلماء والحاصلين على جائزة نوبل. فيأتي العالم المختص في التغذية فيتحدث عن السعرات الحرارية في الكيك وأهميتها ومضارها وأثرها على ارتفاع ضغط الدم وغير ذلك. ويأتي عالم الكيمياء فيتحدث عن ترابط الموليكولز في هذه الكعكة. ويأتي الفيزيائي فيتحدث عن الجانب الفيزيائي، ويأتي عالم الرياضيات فيتحدث عن الجانب الرياضي في 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 شكل الكعكة. كلنا يتحدث، ولكن عندما يسأل كل هؤلاء من الحاصلين على جائزة نوبل لما صنعت جدتي هذه الكعكة، لا يحسن أي منهم أن يجيب، رغم علمهم الواسع العلمي، رغم معرفتهم العلمية العميقة بهذه الكعكة، إلا أن جواب لما، إلى أين، لماذا صنعت الجدة هذه الكعكة، هذا أمر لا يدركه العلم. ولذلك العلم لا يدرك لماذا خلق الكون، وإنما يدرك بالبحث العقلي. حتى معاني السعادة مثلا، وهذه مرتبطة بالنقطة التي قبلها، يعني المتعلقة بحدود العلم، هل يملك العلم معرفة طريق السعادة؟ بيزي مايرز الملحد العنيد عالم البيولوجيا الشرس نفسه اعترض على عالم الأعصاب الملحد الشرس سام هارس، عندما زعم سام هارس أن بإمكان العلم أن يقودنا إلى السعادة والبينج. قال له كلامك غير علمي، لأنك حتى تصل إلى طريق السعادة لابد أن تحدد معنى السعادة. فهل العلم قادر على تحديد معنى السعادة؟ العلم عاجز عن ذلك. مفهوم السعادة مفهوم غير كمي، مفهوم كيفي، والعلم لا يتحدث في هذه القضايا التي لا تتماس تماما مع أدواته. وبالتالي خلاصة الموضوع في نقطة واحدة من نقاطه هي أن العلم عاجز عن تحقيق أهم رجاء للإنسان، وهو أن يبلغ السعادة، لأن السعادة تتجاوز مجال عمله.